السلام عليكم، ازيكم يا شباب؟ هنتكلم دلوقتي عن ام سي كيو خاص بالهارت ريت، مهم جدا الجزء ده. اول نمره عندنا بتقول decline in the arterial blood pressure causes slowing in the heart rate. لما الضغط يعلى، يعني لما الضغط يقل، decline الضغط بينزل، بيقل الهارت ريت، ولا بيحصل acceleration يعني سرعه في respiration، ولا بتتنبه الباروسبتور، ولا بيحصل inhibition للكيموروسبتور. لو انت مش مذاكر مش عارف تحل النمره دي، ده كلام في غايه الاهميه. احنا عارفين يا جماعه في حاجه اسمها ماريز لو اوف ذا هارت. ماريز لو اوف ذا هارت، قانون بتاع العالمه ماري ديت، بيقول ايه؟ بيقول لك ان في علاقه عكسيه ما بين الهارت ريت وضغط الدم. تمام، يعني ضغط الدم يزيد الهارت ريت يقل، ضغط الدم يقل الهارت ريت يزيد، وكمان تحصل حاجات تانيه. فلما ضغط الدم يعلى يحصل عندك خمسه انهبيشن للسي اي سي كاردو اكسلراتور سنتر، فالهارت ريت يقل. انهبيشن للفازو موتور سنتر، تمام، فيحصل فازو دايليتيشن. انهبيشن للادرينالين، انهبيشن للاي دي اتش، وانهبيشن للريسبيريشن. خمسه انهبيشن ما تنساهمش. خمسه ايه انهبيشن؟ ضغط يعلى حسب ماريز لو، خمسه انهبيشن. انهبيشن لمين؟ سي اي سي، انهبيشن للفازو موتور، انهبيشن للادرينالين، انهبيشن للاي دي اتش، انهبيشن للريسبيريشن. طب الخمسه انهبيشن دول هتكون ايه نتيجتهم؟ الهارت ريت يقل، كاردياك اوتبوت يقل، فالضغط يقل. فازو موتور سنتر يبقى انهبيتد، فيحصل فازو دايليتيشن، فالبفر ريزيستنس اتقل، فالضغط يقل. الادرينالين يقل، فالضغط يقل. الاي دي اتش يقل، فيحصل اضرار للبول، فحجم الدم يقل والضغط يقل. التنفس برضو لما يقل ده بيساعد في خفض ضغط الدم. كل ده يؤدي الى خفض ضغط الدم المرتفع، ولو ضغط الدم قل يحصل العكس. بيقول لك هنا لما ضغط الدم يقل، المفروض ضغط الدم قل يحصل خمسه ستيميليشن، ضغط الدم زاد يحصل خمسه انهبيشن. موضوع سهل اهوت. فضغط الدم قل انت متوقع ستيميليشن مش انهبيشن. فسلوينج الهارت ريت لا، المفروض يزيد. اكسجين ريسبيريشن دي صح، اكمل الباقي. ستيميليشن الباروسبتور لا، هي الباروسبتور بتتنبه بزياده الضغط مش بنقص الضغط. انهبيشن للكيموريسبتور طبعا برضو غلط. تمام، هو لما بيقل عند نقطه معينه الكيموريسبتور بيحصلها ستيميليشن، وبالتالي الحاجة الوحيدة اللي صح هنا تبقى estimation of respiration. Mary's law of the heart states that blood pressure and heart rate appear a direct relationship، يعني بينهم بعض علاقة طردية، ولا blood pressure and heart rate appear a reciprocal relationship. الريسيبروكال يا جماعة معناها علاقة تبادلية، ده يعلى ده ينزل، ده ينزل ده يعلى. تمام، blood pressure determines glomerular filtration rate، معدل فلترة في الكلى، والهارت ريت والبلاد بريشر ما لهمش علاقه ببعض. طبعا الاجابه الصح طبعا واضحه يا بي، لازم ابقى حافظ النص بتاع ستار بتاع الماريز لو. ماريز لو ديكريز ذا بلاد بريشر ان ذا كاروتيد ساينس، سواء في الكاروتيد ساينس او الاورتيك ارش او اي مكان الضغط قل، فانا متوقع يحصل خمسه ستيميليشن، فيقل الفينس بريشر، ولا يحصل تاكي كارديا، ولا انهبيشن للاي دي اتش، ولا يقل الكوندكشن في الاتريا المصري. طبعا الكوندكشن ده مرتبط بالفيجال تون والسمباثيك والكلام ده. طيب نقول لما انت متوقع يحصل خمسه ستيميليشن لان الضغط الدم قل في الكاروتيد ساينس او اي مكان تاني، ففول في الفينس بريشر ملوش علاقه. تاكي كارديا هم خمسه ستيميليشن يا جماعه، منهم ستيميليشن للسي اي سي، فالهارت ريت بيزيد، تاكي كارديا. انهبيشن الادرينالين لا، ده المفروض الادرينالين يزيد، ما تنفعش، ودي ما تنفعش. بيقل الكوندكشن في الـ في الـ في الاتريال ماسل، غلط، لان المفروض ان بيحصل ريفلكس سمباثيك ستيميليشن، والمفروض في الجسم في حاله نشاط، والمفروض ايه يزيد. فالاجابه الصح طبعا هي بي. ذا بافر نيرفس، بافر نيرفس يا جماعه هو عباره عن مصطلح بيطلق على الناينث والتنث كرينال نيرف، اللي هو 9 و10. 10 اللي بيطلع من الاورتيك ارش، و9 اللي بيطلع من الكاروتيد ساينس، بيسموها بافر نيرفس. انت كلمه بافر دي بتاخدها في الكيمياء، طيب هو ايه جابها هنا؟ ما هو بفر معناها يعني الشيء اللي بيحتوي التغييرات، فانت البفر في الكيمياء يحتوي التغييرات في الباتش، وانت عندك 9 و10 كنرف بتحتوي التغييرات في ضغط الدم، لما بيعلى تمتص الزياده وتعادلها، ولو قل برضه، عشان كده سموها بفر نيرفز، يعني كلمه مجازيه شويه. فبيقول لك هي الفيجال فايبرز من الكاروتيد ساينس والاورتيك ارش، هي دي البفر نيرفز، ولا من خصائصها ان نودو سكشارج لما يكون ضغط الدم طبيعي، ولا زير سيكشن يعني لو قطعناهم، قطعناهم يا جماعه يحصل هايبوتنشن، ولا سلو ريت وين ذا بلاد بريشر ديكلاين. ده سؤال عايز ناس فاهمه يا جماعه، السؤال ده لم بحاجات كتيره، وربما يعني سابق شويه لموضوع ريجوليشن اوف بلاد بريشر.
فلو صعب عليك شويه هتلاقيه قدام شويه يبقى اسهل شويه. بقول لك الفيجال فايبر فروم الفيجال، الفيجال طالع من ممكن تخدعك النمره دي، ممكن تخدعك النمره دي. تمام. بقول لك الفيجال فايبرز فروم بوست كاروتيد ساينس والاورتيك ارش. طبعا ده صح ولا غلط الجمله دي؟ لا، المفروض ان من الكاروتيد ساينس 9 دي ما تنفعش، ومن الاورتيك ارش 10. نو ديسشارج مع النورمال بلاد بريشر، الاجابه دي تنفع؟ برضو ما تنفعش الاجابه دي يا جماعه، ما تنفعش، لان مع النورمال بلاد بريشر شغاله، ولما الضغط يعلى ويقل شغال. زد سيكشن ريزلت ان هاي بوتنشال. تمام. طيب يعني هنا لما نقطعهم الضغط يقل ولا يزيد؟ خلي بالك يا جماعه، لما بنقطع النرفس دي الضغط هيحصل في ايه؟ ده بيعتمد على الضغط كان ايه قبل ما نقطع. فلو كان الضغط عالي، لو قطعنا البافر نيرفز دي، المفروض ان هو لما الضغط عالي هي كانت بتحاول تقلل، فانت قطعتها فيعلى اكتر. ولو كان نورمال هيبقى نفس الفكره، هي كانت بتحاول ايه تظبط، فانت قطعتها فهيعلى. لكن لو كان قليل خالص منخفض جدا، فهي يعني ملهاش دور، فده طبعا مش هيبقى له تاثير قوي على الضغط. طيب انت دلوقتي بيقول لك ان لو كان الضغط لو قطعناها الضغط هيقل، لا ده في معظم الاحيان بيزيد، اذا دي برضو ما تنفعش. They have slow rate of discharge when the blood pressure decline، يعني لما الضغط يقل معدل النبضات منها يقل. طبعا هي عباره عن باروسيبتور بتحس ضغط الدم، ضغط الدم يعلى الدشارج يزيد، يقل الدشارج يقل. اذا الجمله دي يا جماعه طبعا هي دي الصح. Within physiological limits when there is increase in the right atrial pressure، ايه اللي هيحصل؟ في قانون طبعا بينظم لك الرايت اتريال بريشر. الرايت اتريال بريشر يا جماعه اللي هو بين بريدج ريفلكس، بيقول لك اي زياده في الرايت اتريال بريشر ده يؤدي الى ريفلكس انكريز في الهارت ريت. انكريز رايت اتريال بريشر تؤدي الى زياده الهارت ريت. طيب نشوف بقى، ممكن ما يجيش هنا بالنص بس نشوف. بيقول لك ديكريز، بيقول لك لو زاد الرايت اتريال بريشر يقل السيستميك بلاد بريشر. لا، هيقل ليه؟ بيزيد الكاردك اوتبوت. هو الكاردك اوتبوت بيساوي ستروك فوليوم في هارت ريت، صح؟ والمعلومه دي يمكن برضو معديه قدام شويه، يعني سهله بس يعرفها دلوقتي مبدئيا. فلما بيزيد الايه رايت اتا بريشر الهارت ريت بيزيد. طيب الهارت ريت بيزيد، الهارت ريت بيزيد، تمام. بيزيد الكاردك اوتبوت، تمام. طيب لما يزيد رايت اتريال بريشر بيقل السيستمك بلاد بريشر، طبعا ان ريليتد. بيزيد الكاردك اوتبوت، احنا قلنا دي صح لان الستروك فوليوم بيزيد. inhibition of transmission through sympathetic ganglia، لا ده المفروض السمباثيتك بينشط. خلي بالك يا جماعه، زياده الهارت ريت دي بتبقى مديت عن طريق السمباثيتك، يبقى دي مش مظبوطه ودي مش مظبوطه، وما ينفعش طبعا كله. فالاجابه الصح طبعا هتبقى بي. when compared to normal subject trained athletes، ناس رياضيين، بيبقى خصائص قلبهم ايه؟ smaller stroke volume ولا faster resting heart rate ولا larger hearts ولا decline in the number of the mitochondria in the skeletal cardiac muscle fiber. الناس يا جماعه بيبقى عندهم، يعني لو انت القلب بتاعك قد كده، هو القلب بتاعه قد كده، تبقى العضله بتاعتهم تريند، ويبقى فيها يعني من ناحيه الشكل بتبقى اكبر من الشكل العادي. ولو بصينا عليها تحت الميكروسكوب بنلاقي الخليه مؤهله لان هي تعمل مجهود قوي، تلاقي فيها mitochondria كتيره، كل علامات النشاط والطاقه المتخزنه فيها وهكذا. فلما يقول لك small stroke volume غلط، faster resting heart rate لا غلط برضو. ليه؟ لان دايما الفيجال تون تتناسب طرديا مع التدريب الرياضي، يعني الناس الرياضيين بيبقى عندهم الفيجال تون اعلى، فالهارت ريت اقل يعني سلور، اذا دي ما تنفعش. لارجر هارت طبعا ماشيه مع الكلام. ديكريز ان ذا نمبر اوف ذا ميتوكوندريا، لو كان قال كده كنا نقول صح، يبقى دي ما تنفعش. الاجابه الصح طبعا هي سي. باروسيبتورز اوف ذا كاروتيد ساينس اند اورتيك ارش ار سنسيتيف تو، يا
الباروسيتور يا جماعه بتشتغل مع ايه؟ بتشتغل مع سيستوليك او بتحس اكتر سيستوليك، ولا بتحس الفينوس بريشر، ولا البلس بريشر، ولا الفنتريكولار بريشر؟ طبعا سيستوليك بريشر. ده هي فيري سنسيتيف للسيستوليك بريشر. طبعا العلماء عملوا دراسات وابحاث وتاكدوا ان هي بتتاثر اكتر بسيستوليك بلاد بريشر. ريسبيراتوري ساينس اريزميا معناها ان الهارت ريت بيبقى ريجولر، ولا بيزيد في الانسبيريشن، ولا بيقل في الانسبيريشن، ولا بيزيد في الاكسبيريشن. ريسبيراتوري ساينس اريزميا، ريسبيراتوري ساينس اريزميا، ريسبيراتوري نسبه الى ريسبيريشن، وساينس معناها الاس اي نوت، اريزميا معناها عدم انتظاميه. ودي ظاهره طبيعيه جدا موجوده في الاشخاص، ودي معناها ان الهارت ريت بيزيد في الانسبيريشن ويقل مع الاكسبيريشن. بيزيد يا جماعه فين؟ في الانسبيريشن، ويقل مع الاكسبيريشن. طيب يبقى كده الاجابه الصح طبعا هي بي، وهي ظاهره طبيعيه. السؤال الثاني برضو اللي بعدها على طول له علاقه بيها برضو، بيقول لك هي باثولوجيكال فينومنا ولا نورمال، ولا ديزيز في الاس نود، ولا ديزيز في الكوندكت. هي نورمال فينومنا، ظاهره طبيعيه، بس خلي بالك لما تبقى اكساجيريتد، لما تبقى اكساجيريتد تبقى ابنورمال. البفر نيرفس ار برانشز اوف الفيجاس والجلوسوفارينجيال اللي هو 10 ومعاه 9، ولا ترايجيمينال 5، ولا فيشيال 7. طبعا الاجابه واضحه قوي اللي هي ايه. All of the following are chemical substances that decrease heart rate. Decrease chemical substances that decrease the heart rate ما عدا ايه اللي بيقلل؟ الديجيتاليز بتقلل؟ اه طبعا. مورفين بيقلل؟ طبعا. بايلوكاربين ده باراسمباثومايميتك شبيه بالاسيتايل كولين اللي بيقلل، وبالتالي ده بيقلل. هو اللي بيزود الهارت ريت هيستامين، وبيزود الهارت ريت يا جماعه ريفلكسلي، لان الهيستامين بيعمل بريفرال فازودايليتيشن، فالضغط يقل حسب مارز لو الهارت ريت يزيد. يبقى الحاجه اللي بتزود الهارت ريت بس بريفلكس ميكانيزم مش تاثير مباشر على الاس نود هي ايه يا جماعه؟ هي الهيستامين. تريجر زونز، معروف يا جماعه ان في عندنا في جسمنا حاجه اسمها تريجر زون، وهي عباره عن مجموعه من الارياز لو تعرضت لخبطات قويه ممكن ده ينشط الفيجاس بشكل قوي جدا وخطير. بتشمل الكاروتيد ساينس، بتشمل الاي بول، بتشمل الايبيجاستريم، بتشمل اللارنكس، وكمان التستس. طيب بيقول لك ان هي بتشمل المناطق دي ما عدا الكاروتيد ساينس صح، والاي بول صح، واللارنكس صح، ايبيجاستريم صح، ايبكس اوف سارت غلط. تمام؟ مش من التريجر زونز. از ريجارد كاروتيد ساينس سندروم اول اوف ذا فولوينج از كوريكت اكسبت. ايه بقى الكاروتيد ساينس سندروم دي؟ مش موجوده في بعض المناهج بس خد فكره عنها، هي تطبيق مهم على الباروسبتور. كاروتيد ساينس سندروم، احنا عندنا باروسبتور يا جماعه هنا في الكاروتيد ساينس والاورتيك ارش، فالمفروض ان السنسيتيفيتي بتاعتها طبيعيه، لكن عند بعض الناس بتبقى الباروسبتور ده هايلي سنسيتيف. ايفن بقى يعني هي المفروض تبقى سنسيتيف لضغط الدم، انت لو لمستها بس ضغطت عليها كده تتنبه. ده شيء خطير جدا. ليه؟ لان الناس دي تبقى عندهم لو جيت تلمس المنطقه دي تتنبه الباروسبتور، تطلع منها كميه كبيره من الديبريسور امبلسز، تروح تعمل لك الخمسه انهيبيشن بقى اللي هو اصلا بيحصله عادي، بس هم بيحصلوا مع الضغط الايه؟ الضغط لما يعلى الوقت، انت ضغطت ايدك ديت عشان هي حساسه جدا، نبهتهم انهيبيشن للسي اس في الهارت ريت يقل، انهيبيشن للفازو موتور سنتر بيحصل فازو دايليتيشن، انهيبيشن للادرينالين، انهيبيشن للاي دي اتش، انهيبيشن للسبانش. ده يؤدي الى هبوط حاد في ضغط الدم هايبوتنشن، وممكن الانسان يحصل عنده سينكوب وفينتنج، حاله من الاغماء. وهي ظاهرة غير طبيعية، يعني هي احنا عندنا باروسيتور بس المفروض ما تبقاش سنسيتيف، فهي ظاهرة غير طبيعية. فبيقول لك اوكير ان نورمال سبجكت سبيشال يانج بيبول، ده أول اختيار. هو بيقول لك كله صح ما عدا، كله صح ما عدا. خلي بالك دايما مهم قوي خلي بالك من كلمة اكسبت، عشان كده في مدارس جديدة في الام سي كيو كله عشان بتعمل اكسبت تعمل أخطاء شالوها، يعني قال لك بلاش نحط اكسبت في الام سي كيو عادي، سواء عندك بقى الاكسبت او مش موجوده، فالمعنى ده ممكن يجي لك مع تعديل راس السؤال. سلايت بريشر على الكاروتيد ساينس ده يؤدي الى برادي كارديا ديكريس فارت ريت طبعا، وهايبوتنشن ولوس اوف كونشوسنس، اللي انا قلته لك طبعا ده صح. دينرفيشن اوف ذا هايبر سنسيف كاروتيد ساينس بيعالج الحاله، هي علاجها يا جماعه اللي هو دينرفيشن، يعني ايه؟ نضعف الاعصاب بتاعت الكاروتيد ساينس اللي هو العصب التاسع طبعا. الكاروتيد ساينس از اب نورمال هايبر سنسيف طبعا صح، يبقى دي صح ودي صح ودي صح ودي الوحيده بقى يا جماعه يقول لك ان هي في النورمال سبجكت، لا هي مش نورمال، ده هي ظاهره مرضيه، يبقى ده الاستثناء الوحيد. استيميليشن للارتيريال بار ريسبتور ليد تو اول اوف ذا فولوينج اكسبت. استيميليشن للارتيريال بارو ريسبتور، لما ننبه الارتيريال بارو ريسبتور، لما تنبه الارتيريال بارو ريسبتور تديك الخمسه انهبيشن.
انهبيشن للفازو موتور صح، استيميليشن للريسبيريشن غلط، المفروض يبقى انهبيشن. انهبيشن للاي دي اتش صح، سلوينج الهارت ريت صح، انهبيشن للادرينالين صح، يبقى هو لازم كله انهبيشن يعني، بس برضه تقرا كويس. دي الاجابه الوحيده. وكده خلصت محاضره النهارده، بتمنى لكم التوفيق دايما، وما تنسوناش في دعواتكم، وشوفكم على خير ان شاء الله.